أقرأها بأبرز العناوين. الله أكبر، مجزرة بحق أهالي مدينة دوما. شهداء وجرحى إثر قصف النظام لمدينة دوما، والثوار يتقدمون على عدة جبهات بالغوطة الشرقية. قوات النظام تستقدم تعزيزات عسكرية كبيرة بعد اقتحامها عدة بلدات وقرى في ريف حما الشمالي. تنظيم الدولة يعدم الرهينة البريطاني ديفيد هاينز، وكاميرون يتوعد بتقديم القتلة للعدالة. أهلا بكم. استشهد 7 مدنيين على الأقل، بينهم طفل وامرأة، إثر قصف طيران النظام الحربي لمدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق. النظام استهدف أحياء المدينة بغارتين جويتين، ما أسفر عن وقوع ضحايا ودمار كبير في الأبنية السكنية، فيما أفاد ناشطون باستشهاد عدد من المدنيين جراء قصف النظام مدن وبلدات أخرى في الغوطة. ولتفاصيل أكثر معنا ياسر الدوماني الناطق باسم الهيئة السورية للإعلام من ريف دمشق. أهلا بك ياسر، ما هي آخر التطورات في دوما، وهل من حصيلة جديدة لأعداد الشهداء أو الجرحى؟ نعم، أهلا بك سيداتي. بالفعل المجازر طوال على مدينة دوما. إحنا الآن نتكلم عن 8 شهداء، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 8، ونتكلم عن حوالي 40 جريحا، عشرات الإصابات الخطرة، الإصابات الدماغية. لا تزال طواقم الإسعاف تبحث بين الأنقاض عن ناجٍ أو شهيد. البيوت المستهدفة هي بيوت مدنيين بامتياز، بيوت من اللبن، الطفل غسان حجازي، وليد حجازي، خليل حجازي، عائلة واحدة استشهدوا كلهم تحت الأنقاض، أخرجناهم قبل قليل، وصلت من مكان القصف. بيوت لبن بسيطة استهدفها الطيران، الطيران استهدفها بصواريخ موجهة، هو يعرف ما يقصف، هو يستهدف مدنيين ليعاقب الأهالي على المعارك. كل اللحم المتناثرة، الأشلاء، الدماء تغطي جميع أنحاء المدينة، غارات جوية بالجملة تستهدف مدينة دوما من 6 أيام حتى اليوم دون انقطاع، الطيران لا يبرح سماؤها. نتكلم عن حصيلة من 7 أيام وحتى اليوم أكثر من 120 شهيد في المدينة. آخر مجزرة أحصينا حوالي 60 شهيدا سقطوا دفعة واحدة، تدمير ممنهج. الأماكن المستهدفة هي بيوت سكنية. نستغرب تحالفات دولية ضد داعش والمجرم بشار الأسد يقوم بحرب إبادة جماعية ضد الغوطة الشرقية، يجبرها على الاستسلام، يجبرها على التراجع على الجبهات، يجبرها على تسليم المناطق عبر الضغط بقصف. أكبر تجمع في مناطق محررة في سوريا موجود في مدينة دوما، أكثر من 300 ألف نسمة موجودون في مدينة دوما، من نازحي مناطق المرج، من نازحي صقبة، عربين وغير مناطق. هناك جريمة ضد الإنسانية ترتكب من 7 أيام وحتى اليوم. المكتب الطبي الموحد أرسل نداءات استغاثة، لا يوجد أكياس دم، لا يوجد سيرومات، معظم الجرحى يموتون نتيجة نقص الأدوية، حتى أن الدفاع المدني لا يجد معدات لرفع. ولكن هل هناك أي مشافي ميدانية قريبة يتم إسعاف الجرحى والمصابين إليها؟ تخيلي أننا نتخذ القمصان القديمة والأقمشة القديمة في وقف نزيف الجروح، لا يوجد مشافي ميدانية، يوجد أطباء لكن لا يوجد معدات طبية ولا أدوية، لا سيرومات، لا أكياس دم، لا خيوط جراحية. نحن محاصرون من سنة ونصف، يوميا يسقط 40 جريح إلى 100 جريح، ما قدرت مشفى محاصر من سنة ونصف على استيعاب كل هؤلاء الجرحى. معظم الشهداء هم من الأطفال ممن لا يملكون ثمن تقاوم تلك الغارات، صواريخ موجهة فراغية، صواريخ تحدث دمار، 4-5 أبنية توقع عشرات المدنيين بين شريح وشهيد. هرب المدنيون من منطقة لمنطقة ليجدوا الموت، هرب أهالي المليحة إلى دوما فماتوا في دوما، هرب أهالي المرج إلى دوما فقتلوا في دوما واستشهدوا في دوما. غارات ليلية مع الغارات النهارية والمشافي الميدانية لا حول ولا قوة له. نعم، إذن ياسر الدوماني الناطق باسم الهيئة السورية للإعلام، شكرا جزيلا لك.
استعاد ثوار السيطرة على بلدة حتاتة الحرش بغوطة دمشق الشرقية بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.